تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من اجتماعات صد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي يومي الجمعة والسبت. تأتي الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الأخير في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري برعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي. وتناقش الاجتماعات على مدار اليومين قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن. وستبحث الاجتماعات كذلك مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء الأول للسد والملء الدوري من كل عام، بجانب التشغيل أثناء الملء والتشغيل طويل الأمد، بالإضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر في عمليات الملء والتشغيل. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث يرافقه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم بيريان شوكان بحضور وزيرة الخارجية أسماء عبد الله. وأوضح المبعوث الأمريكي في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه أجرى لقاء بناء ومهما مع رئيس مجلس السيادة تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها عملية السلام الجارية بين الحكومة والمجموعات المعارضة. وبحث اللقاء أهمية بناء علاقات مثمرة بين السودان والولايات المتحدة تسهم في دعم تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي وتساعد في إنجاح الفترة الانتقالية. وأضاف بوث أن الولايات المتحدة ستساعد في دفع العملية السلمية في السودان، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش عددا من الملفات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وكتابة الدستور وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. طيبة لحياة طيبة.